احنا سبب الامراض الفطريه، احنا سبب الامراض لما بنقول قلل الميه علشان الرطوبه في التربة اكبر. فانا قلت للراجل المزارع بتاع الارض، قلت له هتقلل الميه خالص. الراجل ما اهتمش بالموضوع وفكرني ان ايه الموضوع عادي وسهل جدا. فاحنا لو جينا بصينا هنلقى البصل اتدمر زي ما انتم شايفين كده، البصل اتدمر مع كتر الميه علشان احنا سبب الامراض الفطريه، احنا سبب الامراض لما بنقول قلل الميه علشان الرطوبه في التربه. ماشي، الناس ما بتسمعش الكلام، وادي كانت النتيجه. فايه الحل دلوقتي؟ فالحل دلوقتي ان احنا اتكلمنا قلنا هنرش مبيد فطري جديد، ماشي، للبياض الزغبي، حلو الكلام، للبصل يا اما بليز يا اما مستر توب يا اما دايسين يا اما اي مبيد فطري جديد علشان نتخلص من الاصابه دي. وبعد ما اتخلصنا من الاصابه بتاعت البياض، مع انها تبقى صعبه جدا لان البياض اتملك في البصل زي ما حضراتكم شايفين كده، البياض اتملك خالص في البصل، البياض وحشره التريبس وجميع الامراض اتملكت في البصل زي ما انتم شايفين كده. طيب احنا اتكلمنا قلنا المبيدات الفطريه هنرش، ماشي، وبعد ما هنرش المبيد الفطري هندي تسميده فوسفوريك، حلو الكلام، علشان صلابة البصل والبصل يستعيد قوته. فأنا الهدف من الفيديو ياريت نقدر كلام الناس ونسمع كلام الناس. لما نقول الإصابة الفطرية سببها إحنا وكتر المية بيسبب الإصابة الفطرية، ماشي، يبقى الناس تسمع الكلام وتفهم اللي بيحصل. علشان كده ما يرضيش ربنا، زرعة البصل باظت واتدمرت خالص من تدخين عقول الناس. الإصابة الفطرية سببها إحنا وسببها الرطوبة العالية في التربة والرطوبة العالية في الجو. فإحنا بنتحكم في الرطوبة العالية اللي في التربة مع قلة المية وتعطيش المية. البصل دوت ممكن في الخمس شهور أو الست شهور بتعوته يشرب خمس ميات أو ست ميات، ما تدنكش على طول، يعني مش كل شوية تدنك تروي فيه، كل أسبوع تروي فيه على الفاضي والمليان. البصل بيتصاب بالأمراض الفطرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.